على خاطر صحتك أغلى معنا، وعلى خاطر في الحياة فهم نمنو بالعلم وبأصحاب الاختصاص. هذاك علاش نحطوا على ذمتكم سويعتين كاملين يهتموا بصحتنا. في السويعة الأولى عنا آخر أخبار التظاهرات الصحية، آخر الدراسات العلمية والأمور القانونية، وفي الساعة الثانية نحط على ذمتكم طبيب الاختصاص باش تسألوه ديريكتمون على وضعياتكم. لجميع الاستشارات الطبية تسألوه وتستفسروا معاه وضعياتكم الصحية. ملا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من العشرة نص النهار مع الحايم على الحياة فام في سانتي 5.0. سانتي 5.0 مع الحايم، صحتك بالدنيا. بكم نس كل هذه سانتي 5.0، المجازين الوحيدة في تونس اللي على امتداد 120 دقيقة من بثنا المباشر تكون مواضيعنا صحية طبية بامتياز، وهو القائل لا تحتقر أحدا أو شيئا، فالله حين خلقه لم يحتقره. ابن العربي تتسويت سومير. سومير زوز مواضيع قاعدين باش نحكيو عليهم اليوم في زوم سانتي استثنائيين، باش نحكي لكم على وتتواصل الاعتداءات على اطباء القطاع العموم. يتم الاعتداء عليه، تصاور صدمه عاشت عليها التوانسه، هذا واكثر. الطبيب حصريا باش يقدم لنا تصريح على راديو الحياه تفن، ومش يمشي بيكم زاده الى بنعروس، تحديدا الى مستشفى الياسمينات، وقت اللي لازمنا نطالبوا بالحد الادنى من الرياض نلقاو حفله وسهريه كامله اي موجوده في وسط السبيطار. هل هذا يقلق والا لا؟ الناس اللي قاعده غادي، المرضى والطب والاطارات الطبيه والشبه الطبيه، هذا باش يكون موضوعنا بعد بشوي. اهلا وسهلا بكم الناس الكل في راديو الحياه تفهم، ونعاود نذكركم انه زاد موضوعنا لليوم باش يكون كيفاش نحضروا للعيد، خاصه مع الكرش والجهاز الهضمي، وكيفاش زاد اخر شهر سيدي رمضان نكون نسيسر واحنا على معدتنا. هذا في الو دكتور. الو دكتور. الو دكتور. اهلا وسهلا بكم الناس الكل، هذه 93 سينون 3W راديو الحياة فان بوانيت، وين يوصل صوتنا. هذه اذاعة القيرة وين للصح. كل عادة نعود ذكركم انه من بعد باش يكون حديثنا حول الوضعية وخاصة الجهاز الهضمي اخر شهر سيدي رمضان. مازلت اي ما يتزاد تفصلنا على العيد، هذا اكثر مع ضيفنا في علو دكتور رضوان الصدفي. علو دكتور. علو دكتور. 19e congrès de la Société tunisienne de chirurgie, هذا باش يكون موضوعنا في أجندة سانتي. أجندة سانتي. نعاود نذكركم أنه 19e congrès de la Société tunisienne de chirurgie باش يكون بتاريخ 2 و3 جوان 2022 بأحد النزل الخاصة بتونس. نعاود نذكركم زادة وين تجبوا تلقاو اليان كامل، وخاصة أنه آخر دات للمشاركة هو 1 مايو 2022. ونعاود زادة نذكركم أنه أكثر التفاصيل نجموا تلقاها على الباج أوفيسيل فيسبوك راديو الحياة فامي تاعت القيروان للصحة. هذا فيما يخص 19e congrès de la Société tunisienne de chirurgie بتاريخ 2 3 جوان 2022. أهلا وسهلا بكم الناس الكل. بعد شوية صدمة توينسة وقت اللي لازم الهدوء التام في وسط السبيطار، ولكن نلقاو حفلة، حفلة كبيرة بالصوت. هذا وأكثر باش يكون موضوعنا بعد بشوية. سونتي 5.0. مرافقة الجهاز الهضمي، هذا وأكثر نصايح باش ناخذوها كيما كل جمعة يكون حاضر بحضينا الدكتور رضوان الصدفي في الو دكتور. الو دكتور. الو دكتور. أما قبل مشي بيكم لتحقيق وفيديو صادم وردود فعل متخالف. اليوم حبيت نحكي لكم على مستشفى الياسمينات بنعروس، وقت اللي لازم يكون فما الراحة المطلقة، السكوت كان لزم. نلقاو حفلة البارح، هذا وأكثر باش يكون موضوعنا لليوم وحديثنا مع سي محمد عوينات الأمين العام للاتحاد الوطني لمهني الصحة في زوم سانتي. زوم سانتي. سي محمد أهلا وسهلا. مرحبا. صباح النور. صباح النور. مرحبا. نشكرك على تدخلك معنا. البارح ما كانتش ليلة عادية ولا ليلة ريكحة كما كنا نتمنوها في سبيطار الياسمينات. خنعطيكم اكستري ليلة كاملة فاش قاعدين نسمعوا في وسط السبيطار. هكا البارح كانت ليلة في سبيطار الياسمينات بن عروسي محمد. ليلة كاملة هك؟ البارح كانت حفلة، هي صارت صارت حفلة، وديجا الحفلة هذه معناها حتى البيبليكاسيون تاعها هابطة عندها نهارين. هي نظمت السؤال المطروح لهنا انه هو المؤسسات الصحية هل تنتمي إلى وزارة الصحة ولا تنتمي إلى وزارة الثقافة؟ هذا السؤال. حاجة أخرى لهنا، كان من المفروض على الناس اللي نظمت والناس اللي وافقت على الحاجات هذه باش تصير
نورمالمون راهو شافوا اماكن مخصصه للاغراض هذه كما مقرات البلديات، وما شاء الله ولايه بن عروس فيها برشا مقرات تاع بلديات وفيها دور شباب، وكانت نجم تكون معناها حفله ممتازه. ونحن ماناش ضد انه نعملوا حفله نتاع باش نحتفلوا بالناس اللي نكرموا الناس اللي باش يتقاعدوا ولا الناس اللي معناها الصغيرات عملنا لهم ختان، ولكن ما نجموش زادة نعملوا حفله وسط مؤسسه صحيه بمكبرات صوت ونقلق الراحه نتاع المرضى. معناها هذايا معناها بصراحه ما يصيرش، وكارهم معناها الناس ونط راهم تدخلوا وراهم معناها اجلوا حاجه هذه ولا نظموها في بلاصه اخرى خير لانه خلنا نفهم انا حاجه. الحفله اللي صارت البارح شكون منظمها؟ والله هي منظمتها النقابه اللي تابعه للمؤسسه الصحيه. به لتكريم المتقاعدين ولا شنو؟ حفل هو لختان بعض الصغيرات حبوا يعملوا حفله وفي نفس الوقت باش يكرموا بعض المتقاعدين. به هذا ينظف المكتب النقابي سهره رمضانيه لتكريم زملائنا المتقاعدين بمناسبه ختام ابناء زملائنا بالمستشفى وبعض العائلات محدوده الدخل. هذا كان متفاهمين اي معناتها، والفيديو اللي قاعدين نشوفوا فيها تو في وسط السبيطار في وسطه. به الفيديو هذاك صاير في البهو الداخل، معناه انت كي تدخل من الباب الرئيسي نتاع المستشفى الداخل في المقابل الباب نتاع العيادات الخارجيه، يعني انت وقتها اذا كان انت فوت الصور انت داخل الحرمه نتاع المؤسسه الصحيه. معناها باش نكونوا واضحين في النقطه القانونيه هذه، انت اذا كنت دخلت من الباب الرئيسي فوت ونظمت حفله ولا حاجه انت داخل المؤسسه الصحيه تتم. به سيرفيس رياض قداش يبعد على العيادات الخارجيه؟ في بالي ما يبعدش برشا. البلاصه وين صارت الحفله هذيك ديجا هذاك الباب نتاع اليد الخارجي ديجا وراه هو ما نفع محكيه سارة معناها 100 متر وحاجه هكا، معناها باش تلقى انت السراب الاخرين اللي هما حساسين شويه كيما نتاع الريان نتاع الصغار ولا كيما نتاع الانعاش. معناها المهم نحن وحتى الاستعجالي ماهوش بعيد من غادي، ولكن اني الحاجه اللي باش نقولها تو انت لهنا استعجالي وحس كمن هذاك فرضا جاي مريض تعب على الاخر ولا صارت حاله وفاه لا قدر الله ولا حاجه، شنو هنا شعور معناه المرافقين للمريض هذايا وان يقول لك ناس قاعده شنو حفله هكا وكذا وين مريضي، معناه فما حاجات نلزم نتجنبوا انه نزعجوا الناس، نتجنبوا انه نقلقوا الراحه نتاع المرضى، ونتجنبوا باش ما نعرضوش الاطارات الطبيه والشبه الطبيه الى الاعتداءات. واني متاسف ياسر كي نسمع البارح انه فما طبيب في قفصه تضرب وانه اني نجي نعملوا حاجات كي من هكايه، بالطبيعه لهنا نجموا نستفزوا الناس اللي جايه معناها مرافقين المرضى نتاعهم. معناها سي محمد نعاود نذكرك انه بكري بشويه دخل معنا الدكتور عبد الرحمن سميد اللي تعرض لاعتداء في قفصه وحكينا حتى على الوضعيه كامله. به معناتها الحس هذاك مزعج وباش يقلق راحه اللي في السبيطار اللي بيتين في السبيطار. سي محمد يقلق حتى سامحني الحس هذا يقلق حتى الطب بجودهم كي يجيو باش يخدموا المرضى نتاعهم، يقلق حتى الاطارات مهنيه الصحه بصفه عامه كي يجوا يعطوا الخدمات العلاجيه للمرضى نتاعهم. ينجم مريض لهنا يستحق حاجه ولا تصير له حاجه النجم ما نسمعوهوش من الصوت هذاك، ابسط حاجه هذه معناها. كان من الاحرى انه نمشيو لبلاصه اخرى، هذا تصوركم على الاقل؟ مش نضد فكره الاحتفال وبالعكس ماذا بينا احنا، هذا ديما لرفع من المعنويات نتاع الاطار الطبي والشباب الطبي والمتقاعدين والعائله الموسعه لقطاع الصحه، اما كان من الاجر تكون في بلاصه اخرى تقول انت؟ نحن كان من الاحرى انه نشوفوا الاماكن المخصصه للاغراض هذه كما قلنا المقرات البلديات ولا دور شباب ولا دور ثقافة، ونحن رانا نحبوا نحتفلوا نحبوا الحفلات الرمضانية ونحبوا نحتفلوا ونكرموا زملائنا المتقاعدين ونحبوا الحفلات هذه نتاع الختان، ولكن المكان بصراحة هو اللي ماهوش معقول، كنا نجموا نشوفوا بلايص أخرى. وحاجة أخرى لهنا نحبوا نسألوا سؤال، المسؤول اللي أعطى ترخيص المرقع على الحفلة كما هذه نفهم اني على انا قانون ولا انا فصل استند هو باش يعطي الموافقه هذه؟ هذا هو السؤال المطروح. والحاجه الاخرى نطالب معناها وزاره الصحه انها تخرج على الاقل مذكره ولا منشور باش على الاقل ما نشوفوش بعض الحاجات كيما هكا في مؤسسات صحيه اخرى، خاطر مؤسسات صحيه هي الاصل فيه مجعوله انها
باش توفر تقدم خدمات علاجية للمرضى والإيواء متاع المرضى وتوفر لهم سبل الراحة وليس السبل متاع الضجيج والحاجات الازعاجات اللي كما هيك. سي محمد العوينات الأمين العام للاتحاد الوطني لمهني الصحة، أنكرو ميرسي لتدخلك معنا اليوم على راديو الحياة فام. الانتجراتي الانترفيو تلقاه شوية أخرى على الباج أوفيسيال فيسبوك. هل كان من الأجدر أو لا؟ نعود ذكركم أنه حق الرد مضمون لجميع الأطراف، وحاولنا نتصلوا حتى بأطراف أخرى ولكن تعذر علينا حتى الاتصال بمستشفى الياسمينات، دونك عندهم حق الرد للتدخل قصد نفهموا النقطة اللي صار. هذه مكملين معكم حتى نص النهار. أهلا وسهلا بكم على راديو الحياة فام. صوتي 5.0 نظمين هذاك علاش باش نواصلوا حديثنا اليوم، المشاكل المربوطه بالقبض، المشاكل اللي الناس اللي مرضت بالكوفيد 19 واكثر من هكا. مش نجاوبوكم على بعض السؤالات المهمه برشا كيما من الاسئله علاش انا لازمني نبدا بالديسير قبل الماكله، هذا واكثر باش يكون موضوعنا في الو دكتور. الو دكتور. دكتور رضوان صدفي طبيب مختص في امراض الجهاز الهضمي، سعيد كل مره تكون حاضر بعدنا في راديو الحياه فام. اهلا وسهلا سي عبد الرحيم، واهلا وسهلا بمستمعينا الافاضل والكرام في اذاعه الحياه فام. به بعض العادات الغذائيه اللي استنسنا بها عندي انا اكل الاوردر المعين هذاك التدرج اللي نبدا بشربه الماء ناكل كعبه مر، بعد ديريكت نمشي لك الشربه ولا الحاجه الجاريه، بعد اذا تعديت بجنب السلطه ولقيت لها بلاصه سينو نمشي لك الرزين الرسمي اللي قلق. هذا الكل برشا مشاكل ينجم بصفة عامة، حكينا على جزء منها، حكينا على الجير، حكينا على اللي يقول لك ما نجمتش نهضم. اليوم باش نحكيو على القبض، وباش نجاوبوا زاد الناس اللي سألونا علاش لازمنا ناكلوا الديسير قبل الماكلة. الديسير قبل الماكلة اللي مش مستنسين بيه احنا في عاداتنا دكتورة. هذا هو. بسم الله الرحمن الرحيم. اختمنا الحلقة الماضية بالنظام اللي يلزم نتوخوه ونطبقوه وإحنا ناكله، اللي هو بربي هالقاعدة دي إن شاء الله وصلت لكثير من الناس، وإن شاء الله كثير من الناس طبقوها لأنها فيها فايدة كبيرة 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 لصحة، اللي هي نبدأه وقت أذان المغرب بشربان كاس ماء دافي، من بعده ناكله الديسير اللي كتب، الغلة البرقدان التفاح اللي موجود، البطيخ الدلاع وقت اللي يجي وقته، من بعدها ناكله صحن السلطة، من بعدها ناكلوا الشربة، من بعدها نرتاحوا شوية، وبعد نمشيوا للعشاء. إن شاء الله هالنظام هذايا تحفظوا الناس وتطبقوا. الآن فما نقطة مهمة، وهي نطلب أنا من إخواني المستمعين أنه يقع تطبيقها مش في رمضان برك، من رمضان وحتى في الفطار، وهي ماكلة الفاكهة الغلة الديسير قبل ما نبدأ ناكله. أنا مش نحب نفسر تفسير العلمي باش الناس تفهمه، لأن الناس وقت اللي تفهم حاجة وتقتنع بها بحول الله تطبق. إحنا من عاداتنا أنه ناكلوا المرقة، ناكلوا الخبز، ناكلوا اللحم، ناكلوا العجين، من بعدها ندسم. إيش معناها؟ معناها الفاكهة مش تجي فوق الماكلة اللي نحن كليناها، نحكي عنها وإحنا في وسط المعدة. المعدة عندها قانون اللي هو اللي تخلول فاستين فاستقط، اللي يدخل لول هو اللي تهضمه لول، ما عندهاش لا محاش ولا عندها شيء، اللي تخلول هو اللي تهضمه لول، من بعد داخل يستنى. وقت اللي نحن ناكلو الديسير بعد الماكلة، الديسير اللي هو حلو مش ينتظر الدور متاعه باش يقع تهضيم، تفقين؟ باهي. الماكلة اللي نحن ناكلوها المرقة والعجين واللحم والخبز هذا يا أخواني يتطلب على الأقل 4-5-6 ساعات باش يتهف. شنو المحصول؟ هو أنه الفاكهة اللي نحن كليناها، الديسير اللي نحن كليناها بعد الماكلة مجبور باش يستنى الدور متاعه باش يقع تهضيم. أور الحلو اللي نحن الديسير اللي نحن كليناه فيه سكر، السكر هذا وقت اللي مش يقعد في وسط سخون، المعدة متاعنا سخونة من داخل وفيها رطوبة، إذا مش يقعد ينتظرك الخمسة والستة سوية حتى تتهضم الماكلة اللي نحن كليناه، شنو اللي مش يقع له؟ مش يتخمر، مش يولي الكول، كله يتخمر. وانتم تعرفوا أي حاجة حطها حلوة خباها في بلاصة هكا مدرقة وسخونة وفيها رطوبة إلا وتتخمر. وشنو والناس اللي عندهم العادة هذية
تلقاهم بعد الماكلة يلوجوا على تقريحة كيفاش يتقرع، تلقى الكرش متاعه منفوخة. يبقى السبب فيه هو أنك الغلة اللي كليتها بعد الماكلة وقع التخمير متاعها وليت الكول، لأنها تستنى 5 أو 6 سوايع باش تهضم، بينما وقت اللي ناكلوها قبل تعرفوش الغلة وقتاش قداش تتطلب وقت باش تتهضم. 20 دقيقة، 4 دراج فقط الغلة والسلطة تونجيوها والألياف اللي كليناهم قبل الماكلة يتهضموا في 20 دقيقة. شنية الفايدة متاعها؟ وقت اللي هما يتهضموا قبل وفيسع فيسع مش يهيئوا الأمعاء باش تولي تقبل الماكلة وتسرع في عملية الامتصاص. الحلو متاع الديسير اللي كليناه مش يمتص بسهولة، وإذا كان امتص بسهولة ونعرفوا نحن الغلة اللي ناكلوها فيها الفريكتوز، والفريكتوز هو الغذاء متاع المخ متاعنا، ولذلك المخ متاعنا مش ينشط قبل ما نبدأ ناكله حتى أي ماكلة أخرى. ولذلك إذا الإنسان اللي يأكل الديسير قبل يتأكد أنه بعد الماكلة مش يحس بسوء هضم، ما هوش مش يحس بأي قلق، وخاصة نأكد هنا على الناس وهذا برشا ناس يحسوا بها أنه بعد ما يتعشى بعد ما يشق الفترة متاعه يحس بروحه خامل، يحس بروحه ماذا به يتكى. يبقى يا سيدي التكى على خاطرك أنت معدتك وقتها بكل الكول، والكول خميرة والخميرة ترقد. هذا شيء معناه أكل يحب معروف. يقول نعمل غافية، أكل نعمل غافية بعد الماكلة هذاك على خاطرك أنت خليت الديسير متاعك يتخمر في المعدة متاعك خاطرك كليته بعد الماكلة. ولذلك رجاء يعني ومصلحة، وتو تشوفوها جربوها وشوفوها وستوى تلقاو أنه الإنسان اللي يأكل الديسير قبل الماكلة يهضم فيسع وما يحس بحتى أي قلق بعد ما يأكل. به خلنا نسلك من هنا بالعكس تو دكتور. به بعد ما كليت الماكلة باش نحلي ما هو قبل بعد ما كليت أكل مالح ماكلة عادية كسو حتى في رمضان ولا في الإفطار ما هو ياخو كعبة غلة يقول لك هاي باش نحلي بكعبة غلة. منين جات هذه ناكل حلو بعد الماكلة؟ منين جات كعبة غلة؟ نحكي لك هذه قاعدة غلطة، هذه قاعدة غلطة. يلزم بعد الإنسان ما يتعشى أو أحسن حاجة يعملها يبدأ يتمشى، يعمل حركة، يقوم بالمشي. الناس اللي تمشي تصلي التراويح، الناس اللي ما تقعدش تتفرج في التلفزة، لا تحرك شوية، عاون المعدة متاعك والجهاز الهضمي متاعك باش يسرع في عملية الهضم. ولذلك أنا هذه نقطة لو كان إن كثير من الناس يطبقوها توا يراو الفايدة متاعها. ماكلة الديسير قبل الماكلة راو هذايا علم جديد، وهذايا راي بدأت فيه الأمم المتقدمة، بدأت فيه معناها سبقتنا فيهم. علاش نحن نقعد ديما متأخرين في الحوايج الباهية، وخاصة هذه حاجة تمس الصحة متاعنا. هناك ملحوظة أخرى اللي الناس استنست بها وهي عادة زادة مش باهية، هو العصران متاع الغلة. راو مكلة الغلة معصورة هي أقل نفع من الماكلة من الغلة وقت اللي تاكلها بطبيعتها. راو من الأفضل أنه الإنسان يأكل كعبة البرقدان ولا كعبة التفاح ولا الخوخ ولا اللي كتب يأكله هو في حالته الطبيعية، ما هوش عصير. العصير هو أكثر حموضة من الغلة بطبيعتها. والعصير نعرفوها أنه يتعدى طول، خاصة هالشباب استانس أنه ماذا به لا يمضغ لا يتعب روحه ولا حتى شيء. حط له كاس عصير إن شاء الله فيها 4 كعبات برقدان يشربهم طول. وأنا الناس وأنا باش أنا ديما نحب نقنع الناس تحبوا تجربوا شيء هذايا. وقت الخوخ خوذ 8 كعبات خوخ، 4 خوخات أعصرهم وحطهم في كاس، و4 خوخات أغسلهم وحطهم في كاس، ويجا وخليهم خلي الكاس من شيرة والصحن اللي فيه 4 كعبات صحاح في شيرة ويجاهم بعد ساعة. تو تشوف أنه العصير متاع الخوخ هذاك ما عاش نجم تشربه، كحالة ما عاش نجم تشربه، يكحال ومطعمه يولي حامض ياسر ويولي خميرة، معناها ما تتشربش بتاتا أنت نفسك ما تقبلش. بينما امشي شوف ال4 خوخات تلقاهم صحاح حتى بعد ساعتين مدام غسلتهم حطيتهم غادي ما يصير لهم حتى شيء، تاكلهم بأمورهم الطبيعية. هذايا باش نأكد على أنه الإنسان ماذا به يبعد قدر ما يمكن على العصار. خوذ الغلة
بطبيعتها. خلينا نزيد نسلك سؤال اخر دكتور، تسمح لي دكتور خلينا نزيد نسلك سؤال اخر. من عادات التوانس قبل كنا معناتها الغله نخليو اخر الماكله، شفت المضار نتاعها وما عادش فيها منفع، وزاد تقولوا لي ما تشربش التاي يرحايم بعد بعد الماكله، راهو التاي ينجم يمصلك ما القيمه الغذائيه نتاع اللي ماكل الكل. صحيحه الفكره هذه نتاع التاي؟ أيوة. دكتور نجيو للتاي. انا يعطيك الصحه سي عبد الرحيم، لانه نحب نعطي طريقه انا الشربين التاي اللي فيه الفايده، وبعد الماكل ينعم بعد الماكل اي ما ينقص لك حتى شيء. انا نفضل انه الناس اللي تشرب التاي بعد الماكله يشربوا لي التاي الاخضر مش التاي الاحمر. وكيفاش طريقة التطيب متاعه فهموني مليح، راي طريقة صحية وفيها برشة فوائد. انك تاخو كاس كبير تحط فيه مغرفة حشيشة خضر، تزيدها مغرفتين وإلا مغرفة كما تحب انت نعناع، غلي الماء وحده، الماء غليه في إناء آخر، وبعد ما يغلك الماء هذاك صبوا فوقك الكاس اللي فيه الحشيشة الخضراء وفيه النعناع، خليه يرتاح شوية واشربه هنيئا مريئا. فيه برشة فوائد، يعاون على الهضم، ينشط الإنسان، فيه, 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 فيه عدة فوائد، خاصة التاي الأخضر على شرط بلاش سكر. يبارك فيكم، بلاش سكر، راهو شربين التاي هذايا بالسكر راهو مذرة صافي. راك اذا كان حطيت السكر في القهوه ولا في التاي راهو المفعول نتاعها والفايده نتاعها الكل مشات على روحها، وبالعكس تولي مضره. وانا ناكد وكان سمعتوني في الحصص اللي فاتت اكدت وعاودت على ما كلتها السكر هذايا. هاو جاني سؤال بعد ما سمعونا على حكايه السكر، يقول لك انا نشرب قهوتي مثلا ما نحطش فيها السكر خاطر مضره صافي، متفهمي هل نحط كل قطر هاو مو السكر هذا ولا يضر ولا نفس موني لازمني هكا شوية شوية حاجة حلوة هكا حلوة باش نجم نعدي توا دكتور. وكي قال لي رجل كبير معناتها قال لي حياتي الكل على الأقل الوقت هذيك تضر ما تضرش نمشي فيه ما نمشيش فيه الحكاية هذه دكتور. سؤال مهم ياسر، وبارك الله فيك سي عبد الرحيم أعطيتني الفرصة باش نجاوب عليه. راهم يضحكوا علينا، ما نزيدكمش حتى حاجة أخرى. هذوك هل القطر هل تتحط باش تحلي والا توابع وراو ما فيها السكر باش كذا، هذاك الضحك على الذقون بكله حلو وبكله فيه المضار متاع السكر. يا اذا تحب تحلي حلي بالغله، حط لي كعبه مر، اعصر الزبيب نتاعنا، اعصره وحطه في ماء سخون واعصره وحلي به اللي تحب. حتى توا موطا وقت حلو ومش نعمله شوية حلو إن شاء الله للعيد وكل شيء، السيدي حليلي بالأمور الطبيعية، إما حليلي بالدقلة وإلا حليلي بالزبيب وإلا بعصير الزبيب. أما هالسكر الأبيض هذايا أو ما يقولوا عليه أنه هذايا يحلي ولكنه ما يضرش، هذا راهو مضر مضر مضر. واضح به دكتور. حاجة أخرى بربي، ري حكايتها الحلاوة هذية وأنك تاكل حاجة حلوة رحكي الذوق الإنسان، راهو إذا كان يستانس أن يشرب قهوته بلا السكر يترقب لي نهارين ثلاثة تو يشوف يولي ما يتبنن القهوة متاعه إلا وقت اللي تبدأ ما هيش حلو. كيف التاي الأخضر يولي يتبن ويعمل به كيف وقت اللي يبدأ ما هوش حلو. واضح به دكتور. الناس اللي عندهم القبض ومشكل القبض كيفاش اليوم ننصحوهم باش ينظموا أمورهم خاصة في الأيامات اللي قاعدوا مشهر سيدي رمضان؟ هذه من النقاط والأسئلة اللي حابين نجاوب عليها سيد المستمعين. هو مشكلة الإمساك هذايا ومشكلة القبض هي حالة يعني موجودة بكثرة وتكثر في رمضان، ولكن عندها أسباب. عندها أسباب الإنسان اللي عندهم القبض ويعرفوا الخيان هذايا، تلقاهم ناس يشتكيوا بألام في البطن متاعهم خاصة في أسفل البطن، تلقاه متقلق، تلقاه كرشه منفوخة، والناس هذي يقعدوا بالنهارين ثلاثة ما يدخلوش البيت الراحة. ثم طول كان تقعد على حد الشيء هذايا أنه شوية نفخ شوية وجع في كرش وربما تتعدى، ولكن هالقبض هذايا عنده مضاعفات أخرى اللي هي مش باهية وهذايا يعرفوه الناس ويزمني نجد عليه. هو أنه وقت اللي الإنسان يبدأ عنده القبض هذايا يمكن ينجر عليه العذر، لأنه مش يولي يبذل هو مجهود باش يستريح، ولذلك يضر العروق
نتاع المخرج نتاعو، وهذاك هو العذر انه العروق نتاع المخرج تترخف تقع فيها التهابات، ومع الالتهابات هذيك يمكن يقع نزيف، وهذا الناس تعرفوه ويمكن يتحيروا في رمضان. فما حاجه اخرى اللي هو الجرح، يولي عنده الام، الام حاده كبيره في في المخرج نتاعو من جراء القبض. شنو العادات السيئة اللي هي تجيب الشيء هذا؟ ما تعرف حتى في الشرع متاعنا يقولوا درء المفاسد قبل جلب المنافع. أنا خل نبعد الناس على الحوايج اللي مش باية اللي هي تسبب في القبض. هما حاجتين اثنين. أولا في رمضان يكثر استهلاك الحليب ومشتقاته، والحليب ومشتقاته سبب من الأسباب اللي هو يمكن يسبب هالقبض هذايا وهالحصر هذايا. العادة الثانية اللي هي زادة مش باهية وهي موجودة عند النساء أكثر، هو أنه الإنسان يحس أنه عنده رغبة باش يدخل بيت الراحة، وإذا به يصدها يعكسها، هذيك مش باهية، هذيك مش باهية. إذا كان الإنسان حس برغبة باش يدخل بيت الراحة يجب أن يستجيب، يجب أن يستجيب لتلك الرغبة، لأنها هي أمور طبيعية. الناس اللي تحصر كروشها وخاصة النساء تلقاها في كوجينة تقضي أو لا هي بالصغار أو لا هي بكذا أو لا هي بكذا، شو تقول لك أنا مش نبطل أنا الوعد ومشوري ما جاتش، تحصر كرشها، هذيك يمكن يكون عادة سيئة وسبب معناها في حدوث هالقبض هذايا وهالامساك هذا. الان نجيو الى العلاج نتاعه. ما فماش ما اسهل من العلاج نتاع القبض، ماهوش بالدويات هناو، انا عمري ما نسمي اسم دواء، ولكن فما حوايج لو كان نعملوهم يسهلون الطبيعه، وهذايا في رمضان وخارج رمضان. لذلك انا نحب في رمضان وبعد وفي الافطار، وفي الافطار وفي الافطار. اولا هو شرب الماء، الماء هو أحسن علاج للإمساك هذي. يلزم الناس تشرب الكمية الكافية، دونك كما وكيفا، كيفاش تشرب الماء هذي ووقتاش تشرب الماء هذي. الكمية الإنسان وجبدناها النهار في قلنا كل 10 كيلو في الوزن متاعك يلزم 300 ملي ماء، معناه الناس اللي تقريبا في الأكثرية التوانسة ما بين 50-60-70 تقريبا بين لتر ونص ولترتين ماء. يلزم الإنسان هذايا يعمل جهده باش يشربه، هذية كم به. كم فما أنا سمعت أنه فما ناس معناه يشرب لك شي كاس رمضان كامل، نهار كامل يشرب كاس ماء، مش معقول، مش معقول. هذايا يسبب مش فقط الامساك، ولكن يمكن يقلق له الكلاوي نتاعو، يقلق له الكبد نتاعو، يقلقوا في برشا حوايج. ايسونسييل معناتها الماء هو اساس الحياه. هو ما تحدثنا في حصه فارطه انه البدن نتاعنا الكل يحتاج للماء، المخ، الكلاوي، العقل، الميوسكل، المعده، المصران، الخشينه اللي الناس تشكي منها برشا، يحتاج هذا الكل الى الماء. دونك الكميه يلزم تكون عما اقلش من إتر ونص إترتين ماء. وقتاش يشرب الماء؟ احسن وقت لشربان الماء وحطيناه في القاعده نتاع رمضان هو على الخواه. احسن حاجة تداوي القبض وتنفع البدن هو الماء على الخواء، الماء على الريق. إذا كان نحن صايمين دوب ما يبدأ المغرب أول حاجة نبدأ بها هو كاس ماء، وأنا أكدت وعاودت على كاس ماء دافي، لأن الماء دافي. كل قايل علاش ماء دافي؟ رد بالك الساعة تشرب ديما نبعد على الحوايج اللي خايبة والعادات اللي مش باهية. هو شربان الماء البارد ومعدة فارغ، إياكم إياكم إياكم، راه فيه مضرة كبيرة، سادون أن شوك ترميك للمعدة، والمعدة يلزمكم تعرفوا أنه راهي راقدة فوق البارتي جوش دي فوا فوق الكبد، يعني كشوك ترميك يمكن يتعدى حتى للكبدة متاعك. ولذلك إياكم وإياكم من شربان الماء البارد على الخواء، ولذلك شربان الماء على الخواء
راو فيه منافع كبيرة، والناس اللي عندها القبض ما يكتفيوش بكاس، اشرب كاسين، اشرب كاسين راو بكله منافع. واضح. لأن الماء الدافي، علاش الماء الدافي؟ الماء الدافي يقع امتصاصه في فيسع، وقت اللي يقع امتصاصه فيسع يوصل باش يدخل للدورة الدموية فيسع. الناس اللي عندها شوية تراب في الكلاوي، والناس اللي عندها حتى حجر في الكلاوي، أكل ما هذاك الدافي اللي يشربه على الخواء راهو ينظف له الكلاوي متاعه، ينظف له الكلاوي متاعه. هذا يا قلنا قديش. الكم، الكم اي قلنا قديش قد إتر ونص إترتين وقتيش، وعلى الخواء هذاك احسن وقت يشرب فيه الماء. وقت اللي نخرجوا للفطار يولي الانسان كيقوم الصباح، كيقوم الصباح على الخواء. انا ماذا بيا الناس اللي تعاني من القبض ما تشربليش اقل من نصف لتر ماء دافي، واذا استانس بالعاده هذه راهي فيها منافع كبيره ياسر للبدن الكل. كيفاش كيفاش يشرب الانسان الماء؟ الماء ربما خاصة هذه نتعرضوا لها في الشتاء وقت اللي يبدأ الطقس بارد، ما يحسش الإنسان برغبة لشربان الماء. أنا نقول للوخيان هذوما الماء يبدلوا له مطعم، يا أخي بدل له مطعم. نكتة الماء. سهر، نكتة عطرشية، نكتة عطرشية، عرف نعناع، الترنجية، بابونج، الحلبة، هذوما بكلهم وبكلهم معناها فيهم فوائد كبيرة. قشرة ليم، قشرة ليم، عصر قرص، من أحسن ما يتحط في الماء. فما عادة زادة كنت موجودة وأنا تكلمت المرة اللي فاتت، والناس الناس لموني قالوا لي كيفاش تقول أن كعبة البريك هي شهوة، يعني عفوا مريرة اثنين في الاسبوع، كي ما تبداش كعبه البريك كل يوم موجوده ما فماش رمضان. يا اخواني راهي عادات سيئه وجديده جديده هذه جاتنا راهي. اما راهو البريك يتاقي شهوه باهي. من العادات نتاعنا الباهيه اللي انا نعرفها قبل، هو انه وقت اللي يدخل رمضان الناس يحطوا السربيس جديد، يحطوا سربيس جديد اللي عمرهم ما استعملوه لانه يفرحوا برمضان. يا سيدي وقت اللي زاد حط لي الماء في معون مزيان، تحط الماء في معون مزيان، حتى صغيرك ولا ولدك ولا بنتك تشتهي شربة الماء. صحيح. في قمصان باهي، في معون فخار هكا أكا مزيان يشرح على شربة الماء، والعين تأكل قبل البطن أحيانا، هما يقولوا في حاجة أخرى أما أنا قلبتها. لا عرفها والأذن وين دكتور، أنا عرفها والأذن وين دكتور، والأذن تعشق وذلك في العشق. تعشق قبل العين أحيانا. أنا هنا نتحدث على شربين الماء وكلامي يعني صحيح سي عبد الرحيم، لأنه من الأقوال الشعبية اللي عنا العين هي اللي تأكل، العين هي اللي تأكل. ولذلك علاش يا أم يا ربة البيت حط لنا معون مزيان فيه الماء، مش يدبوسة كاكة تبدأ مرشوقة فهمتيش ولا وربما ما يشتيش. حطونا في معون باهي، في قمصان باهي، في حتى مخفية قبل كما كانت في الشتاء في الصيف. واللي نصحتني به هنا دكتور من الحصة اللي فارتة كان نتذكر وما خانتيش الذكرى، تقول الحين بعد الماء بعد شق الفترة ماذا بيك تقعدك ساعة ساعة ونص مش ديريك تبدأ تشرب في الماء باش يسهل عملية الهضم. ما زالت القاعدة هذه سارية المفعول للناس اللي عندهم القبض؟ ينعم، لأن قلت الماء قلنا على الوقت متاعه سي عبد الرحيم، قلنا الوقت متاعه هو على الخواء، ما قلتش بعد الماكلة. هنا ماني مش في وسط السهرة مش الماكلة. لا، في وسط الماكلة تشرب ما يسالش، تشرب كاس أو اثنين في وسط الأكل ما يسالش. الماء يولي خايب، يولي معناها فيه مضار خاصة على عملية الهضم كي تشرب بعد الماكل، وخاصة قلناها المرة اللي فاتت الناس اللي عندها جاير، الناس اللي عندها جاير يبارك فيكم ما تشربليش الماء بعد الماكل. الماء يتشرب ساعة ونص ساعتين على الأقل بعد الماكلة، أشرب قد ما تحب أنت ماء، أما بعد الماكلة بالضبط تشرب الماء يسبب الجاير، يسبب عملية سوء الهضم، يقلق المعدة في الهضم بتاعها. دكتور رضوان الصدفي طبيب مختص في أمراض الجهاز الهضمي، العالم الكل عشنا على الكورونا، تونس عشت على الكورونا، ونحكي وزاد على الأثر ما بعد الإصابة بالكورونا أي تفضل سمحني سي عبد الرحيم. احنا نتحثوا على العلاج نتاع الامساك، ماهوش الماء بركه. به يبارك فيك. سامحني الناس يوليو يلوموني يا خويا الماء ولا لا، فما حوايج اخرى اللي هي ماكلة السلطه،
وانا علاش نحب انا العادات هذه تترسخ فوق المائدة متاعنا. بربي يزي من دبوسة القازوز اللي محطوطة فوق المائدة، يزي من دبوسة العصير اللي محطوطة فوق المائدة. يا اخواني السلطة يعني ماكلة الالياف، ماكلة الخضار اللي فيها برشا الياف، هو دواء للقبض كيما الماء دواء للقبض. دايور ما نعرفش نحكي لكم واقع صارت عليا انا، المرأة جاتني عند القبض من سنوات، قلت لها الأفضل أنك تأكل النخالة، النخالة متاع القمح راي دواء وشفاء للواحد. تلفتت البنتة، والله ما نزيد عليكم، تلفت البنتة قلت لها هذا طبيب متاع النخالة يخطانا منه، يمشي ونروح. فعلا وقعت هذه يعني في الثمانينات، وقعت لي ليليانا. وقت اللي سمعت هذيك الحقيقة ما سبري غضتني، مش قول ما غضتنيش، داويتها بضحكة وقلت لها بالله تسمحني يا حاجة عندك شي حد في الخارج؟ قلت لي عندي أنا أولادي في الخارج ولا بس عليهم. قلت لها هو مش نكتب لك دواء هذا راهو والله له موجود في تونس، دواء متاع قبض راهو موجود كان في الخارج. وكتبت لها فما دواء وقت كانت تبيع في فرنسا لفيبروسون، فيبروسون سي دي جيلول، تشرب دو جيلول بار جور ترتاح. فرحت قلت ها الطبيب فهمتي شو لا يكتب دواء جاي من فرنسا، هذا دواء مش دواء من فرنسا، مش حتى دواء تونس. والله يا الفيبروسون هذا يا اخواني هو النخاله نتاع القمح محطوطه دون دي جيلول ويتباع، معناها ما قبلتش النخالة متاحة في دارها طبيعية وكذا وقبلت الدواء. يعني يوريك أنه العادات متاعنا لو كان تولي عنا عادات باهية في الأكل وفي التغذية، والله كثير من الأمراض نرتاحوا منها، كثير من الأمراض. ولذلك أنا هذه مناسبة باش نأكد على ما كلت السلطة، مش فقط في رمضان بل حتى بعد رمضان. يا ربات المنازل، يا أمهاتنا، يا أخواتنا، يلي متوما مسؤولين على صحة أطفالكم وصحة ذويكم، ما تنساوش صحن السلطة في كل مائدة. يبديش الفطور شكشوكة، الفطور طبيخة، اللي كتب لصحن السلطة بربي نحبه ما يغادرش المائدة متاعكم، مش فقط في رمضان ولكن حتى بعد رمضان. ولذلك ما كلت السلطة وما كلت الخضار هذه وتبارك الله توا هاو موجود، معناها الخيارات الكل، الخص موجود، البسباس موجود، الكرنب أنا تحدثت عليه المرة اللي فاتت، فما حاجة به ياسر، وخاصة للنساء. تقول شو بيأكد على النساء، النساء أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا يلزم نحافظوهم على الصحة متاعهم. هي ما كلت الطماطم المشوية، وطماطم موجودة يجيونا من الفلفل المشوي اللي هي سلطة المشوية محطوطة فوق الطاولة، مش وقت توا وقت الطماطم المشوية، لأن فيها الليكوبين، هذه مادة تقوم بعملية تنشيط الدورة الدموية، والمرأة محتاجة باش تكون الدورة الدموية متاحة على أحسن ما يرام. الطماطم المشوية راهي حاجة رائعة جدا، مش المقلية، جديبيا مش المقلية، لا المشوية، مشوية سواء على الغاز سواء على الكانون، فهمتيش ولا؟ لأن فيها المادة ذي بتاع الليكوبين اللي هي تساعد على الدورة الدموية، وبطبيعة فيها ألياف وفيها فايدة كبيرة للناس اللي عندهم القبض. آخر دواء للقبض هي الحركة، وقلنا عليها أنه ماذا بيه الإنسان من بعد ما يحل الفترة متاعه ماذا بيه يتحرك شوية، خاصة المشي، خاصة للمشي والناس تمشي تصلي التراويح. بربي اللي يحب يتفرج على المسلسل يتفرج عليه بعد، ماهوش بعد الماكلة بالضبط، يقعد الماكلة ما تهضمتش بالكدا يقعد يتفرج في التلفزة، وهذا راهو مضر للصحة. أنا ما نزيد حتى كلمة أخرى، أنا أقول راهو مضر للصحة. أنا طبيب ونحب ونحافظ على صحة المواطنين نتاعنا، واللي يحب يقعد يتفرج في التلفزة يتحمل المسؤوليه نتاعه. باهي دكتور خلينا نمشي نبيك، المشكل اللي فما اليوم وكانه قادت بعض الاثار الجانبيه لما بعد الكورونا، الاصابه بالكورونا على الجهاز الهضمي، وهذه بعض الحالات اللي جاتك للعياده بتاعك دكتوره. نعم، اللي لاحظناه انه في هال الوباء هذا يا ربي ان شاء الله يبعدوا علينا. أمين. نهائيا. أمين. في الوباء هذا لاحظنا انه 20% من الاعراض اللي تجي للإنسان هي في الجهاز الهضمي بتاعه،
نعرفوا نحن الكورونا وقت الإنسان يقول كورونا معناها كحة وسخانة وزدر وضيق نفس ويلزم ساتيرومتر باش تقيس البريسيون دوكسيجين متاعك. ولكن لاحظنا أنه 20% من الناس الإصابة متاعهم التأثير متاع الكورونا هذه يجي على الجهاز الهضمي. ولذلك ناس جات بعنا جرو كروشهم تجري عندهم ألام في المعدة متاعهم يتقياوا يردوا أعراض كبيرة ولكن بكلها أكثريتها جات في 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 في, 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 في الجهاز العظمي. هالناس هذوما هالأعراض هذه خلت مخلفات حتى في رمضان. الناس وقت اللي صاموا تحيرت هك القلق هذا اللي عندهم في الجهاز الهضمي نتاعهم ولا الناس كروشهم تجري ولا عندهم وجايع في 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 المعده نتاعهم. شنو هي الاسباب نتاعهم؟ السبب الرئيسي هو انه هالاعراض هذه هي السبب نتاعها هو انه الوسط الجرثومي اللي عندنا في المسار نتاعنا تعرفوا في 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 مصارنا ودي يعرفوه برشا ناس اللي هي مطلعة أنه في المصارى الخشين متاعنا عندنا وسط جرثومي يعني عندنا تقريب ملايين عشرات الملايين من الجراثيم تعيش في وسط الأمعاء متاعنا ولكن أكثريتها مفيدة لأنها تعاون على الهضم تعاون حتى على المناعة بالنسبة للإنسان. الوقت اللي يقع اضطراب فيها يعني بعض جراثيم تولي أكثر من جراثيم أخرى أو كذا يحدث اضطراب للإنسان تحرض أعراض مثل جريان الكرش مثل وجايع ألام تقيؤ يقع مثل هالأمور هذه. وقت الكورونا بالطبيعة هالسارس كوف دو هذه الفيروس اللي هو سبب الكورونا دي بالطبيعة هو وقت اللي دخل ويقع نبلعوه وصل باش عمل بيرتورباسيون او نيفو دو لا فلور باكتيريال دونك قلقها تفرحست ولا عاد ما عادش فيها اكليكيليبري ايكولوجيك اللي هو كان فيه. هذا سبب اول. سبب ثاني هو انه الناس اللي مرضت بالكورونا الاطباء كانوا مجبورين في كثير من الاحيان باش يعطيو المضادات الحيويه لي زانتيبيوتيك. اشكون اللي مرض بالكورونا وخاصه اللي يوصل للمراحل هكا صعيبه شويه ما خداش انتيبيوتيك. لي زانتيبيوتيك اللي هو مضادات حيويه هذوما هما اول كارثه واول مصيبه على الوسط الجرثومي اللي عندنا في الامعاء نتاعنا يخلوها وهذا يعرفوه برشا ناس وقت اللي ياخذ لك مضاد حيوي اللي يجي خاصه لك اللي يمشي للسبيساريه طول هو عنده غريب وعنده بروده وعنده كذا يمشي للسبيساريه طول السبيساري يعطيه نابورت كيل انتيبيوتيك الانتيبيوتيك هذاك بالطبيعه يفا بيرتوربي لا فلور باكتيريان ويخلو ذاك الوسط الجرثومي هذاك ويساهم في وجود هالأعراض هذه متاع الجهاز العظمي. هذو من السببين. الآن العلاج متاعهم العلاج متاعهم يلزم ناكلوا الحويش اللي هي ترجع لنا الوسط الجرثومي منظم قوي باهي. أول حاجة هي ماكلة الخضار أو رجعنا للخضرة ورجعنا للسلطة ورجعنا للطبيخ. ليش؟ لأن الألياف متاع المآكل هذه هي تساهم في نمو الجراثيم الصالحة. قلنا عنا جراثيم صالحة موجودة في وسط القولون متاعنا هو اللي ينظمها. يبقى الألياف اللي ناكلوها هي تساهم مساهمة فعالة وكبيرة باش ينمو أكل جراثيم الصالح. ماكلة الأجبان زادا ماكلة الأجبان الفرماش فهمتيش ولا يعاون زادا على تنمية الجراثيم الصالحة اللي هي في الـ في الـ في الـ في البدن نتاعنا. زيت الزيتونة كيف عنده دخل كبير. داير الدراسات اللي عملوهم شافوا انه النظام الغذائي اللي عند جماعة البحر الأبيض المتوسط بشماله وجنوبه اللي هو نحن منهم والحمد لله أنه النظام الغذائي متاعنا يساهم ياسر لتنمية الجراثيم الصالحة في وسط البدن متاعنا.
يعني لانه نحن ناكلوا برشا الياف، ناكلوا القمح بالنخاله نتاعو ما نغربلوش، ناكلوا نعمه الشعير، ناكلوا زيت الزيتونه، الخضار عندنا موجوده بصفه باهيه وبصفه معناها متواجده على كامل الفصول. الناس اللي رغم هالحميه هذه، رغم هالنظام هذايا وما يصلوش باش يحلوا المشكله هذه، انا ننصحهم اما يشوفوا الطبيب نتاعهم والا حتى في السبيسارية، وهذا انا نجم ننصح به لانه هو مش دواء، هو مكمل غذائي. هو يمشي للصيدلي نتاعه ولا يمشي للطبيب نتاعه يحكي له شيء هذا، بالطبيعه الساده الاطباء يعرفوا الشيء هذا، يعطيهم لي بروبيوتيك هذه مكمل غذائي يعاون، هو فيه الجراثيم الصالحه اللي للبدن نتاعنا اللي هي صالحه للقولون نتاعنا، ويعاون على تنميه هالجراثيم الصالحه في القولون نتاعها. اذا الحميه وما كلت السلايت وما كلت الاجبان وما كلت زيت الزيتونه والابتعاد كل البعد على النشويات والسكر هذوما، لانه هذوما انا ديما نرجع لان هذوما يضروا لا فلور بكتيريان، وهذا معناها معروف لانه لاميدا وقت اللي تقع توصل للمسرح الخشينه تعمل عمليه تخمير، واذا عملت عمليه تخمير فهي مش تفسد ليكيليبر ايكولوجيك نتاع لا فلور بكتيريان نتاعنا. دونك الناس اللي ما تتعالج كيما هذه تتعالج باللي بروبيوتيك هذوما، هي يتعطى حبتين في النهار بعد الاكل مده 10 ايام بحوله يرتاح من القلق هذا الكل. اما راه ديما لازمك تمشي للطبيب نتاعك، هذا ديما اللي ننصحوه وتحكي له، خاطر يمكن الاعراض اللي حكيت عليها تو انت الدكتور مثلا جاريه الجوف ولا واحد تحب يرد، راهي زاده بعض الاعراض المشتركه لامراض اخرى في الجهاز الهضمي. مش مع العباد ما تستخافوش، قول لك ماني مرض وسمعت، ماذا بيك تستشير الطبيب نتاعك وهو يقول لك باش مريض. هذا دكتور من الاسئله اللي نحب نزيد نسلك عليه، شهر سيدي رمضان تو على ليله 27 ان شاء الله يا ربي يتقبل صيامنا وصلاتنا الناس الكل، من العادات اللي موجوده عند التوانسه يمشيوا يذبحوا ويعملوا كل كسكسي ويحطوا كل لحم ويبدا ياكل في اللحم ويعاب، هذا ايش ننصحه على الاكثار من الاكله نتاع اللحم؟ اش ننصحه يا دكتور؟ اللحم هو حاجه ضروريه في الغذاء نتاعنا به، وانا ننصح به ها. بالطبيعه القاعده العامه في كل شيء في حياتنا بكلها عدم الاسراف، هذه قاعدة. أما أنه الناس ما تأكلش الحم، يلزم الناس تأكل الحم لأن الحم فيه مجموعة فيتامينات خاصة مجموعة الفيتامين بي موجودة بكثرة في الحم، والبدن متاعنا والأعصاب متاعنا خاصة محتاجة للفيتامين بي وفيها الزاسيدامين اللي هما يعاونوا على النمو متاعنا خاصة الشباب ولا الصغار اللي هما في طور النمو. المبالغة في كل شيء يبداش حتى في حاجة باهية ورائعة جدا المبالغة فيها تولي مضر، هذه قاعدة صحية يعني عامة، وذاك علاش ربي سبحانه وتعالى قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا. الإسراف المبالغة في الأكل يعني المبالغة في كل شيء، المبالغة في كل حتى المحبة وما يزمكش تبالغ فيها. أحب حبيبك غبا ما، يعني هذا حديث يعني في وان كان ان شاء الله في حصه في نتحثوا على الاجتماعيات، حتى المحبه المفرط فيها فلا تبيل كل الميل فتذروها كالمعلقه، يعني حتى في المحبه ما يلزمش الانسان يبالغ فيها. بالطبيعه فما بالك في الكره، حتى الكره الانسان يتحدى عليه وكذا، ما يكرهش بصفه مبالغه، وكره عدوك غبا ما عسى ان يكون حبيبا لك يوما ما، يعني ما المبالغه والاسراف في كل شيء هو بالطبع من الاشياء الخايبه. دكتور تو باش يجي الافطار، فسل كنت ناكل في مره بركه ومعناتها وقت شق الفطر وهاي كانت سحر، وتو باش نرجع لثلاثه ومش نرجع لقهوتي الصباح ومش نرجع للعادات، نرجع مباشره تدريجيا اش نجم نربح منه رمضان؟ شنو ما العادات اللي ما ننصحوش بها هاي تنحيت عليها انا في رمضان ماذا بيا نكمل فيها؟ شنو هي بعض النصايح اللي نجموا قدموه باش يحضروا العباد الافطار نتاعهم على مستوى الجهاز الهضمي؟ هو الافطار
شيء طبيعي بعد الامساك. بعد احنا كل يوم نعمله في الشيء هذا نهار كامل واحنا صايمين، وبعد يجي وقت اقل فتره. ان القواعد اللي كنا نتحدث عليها في خلال الحصص اللي عملناها، يعني لو كان يقع تطبيقها بحول الله ما يقع حتى اي اضطراب للبدن. البدن متاعنا، المعدة متاعنا، الكبد متاعنا، البنكريا متاعنا بيدو هو مستعد، معناها باش يتأقلم مع العادات اللي هي كانت عنا قبل، مش عادات جديدة. الإنسان مش يولي يأكل مثلا 3 مرات في النهار. اللي أنا وأنا هنا وين سؤالك يعطيك الصحة فيه سي عبد الرحيم، اللي لأنك تحت لي فرصة باش نحط حويجات في العادات متاعنا. راو تاكل 3 مرات باهي، نظام باهي. اللي أنا نأكد عليه وما نحبوش واللي هو خايب للصحة هو الأكل ما بين الأكل والأكل، ما بين الوجبة والوجبة تعمل لي فمتش ولا تحريشة، هذا خايب، هذا خايب. يعني ما يجيش الإنسان من نهار العيد هو يبدأ يأكل على بعضه، هاو حلو هاو مالح هاو كذا ورا بعض، هذا لا، هذه عادة سيئة. إن شاء الله يكون رمضان علمك أنك فما وقت من الأوقات ما تمضغش فيه. هذه فايدة، هذه المدرسة متاع رمضان، هذه المدرسة الصحية والتغذوية واللي هي عالمية. الناس الآن هناك عدة معناها معاهد طبية ومستشفيات فقط باش تعلم الناس كيفاش ما بين الوجبة والوجبة ما يأكلش، كيفاش يقعد صايم مدة زمنية معينة. وجبت هذا الموضوع، والناس كل عندها انترنت، والشباب عنده انترنت، ادخلوا وشوفوا الجون انترميتان، الصيام المتقطع، شوفوا الفوائد متاعه. يعني مستشفيات بآلاف بعشرات الآلاف الدولارات تدخل لها الناس باش يعلموهم كيفاش أنك تصوم مدة زمنية معينة. أنت رمضان ما شاء الله علمك أنك تقعد صايم 14 و15 ساعة ما تأكل حتى شيء، ما تمضغ شيء، نصب العادة هذه تقعد ما قولش صيام الدهر كله، لا، ولكن علم نفسك أنك فطرت فطور الصباح 7:30 ما تحط الماكلة في فمك إلا نصف النهار ونص، إلا ماضي ساعة وقت اللي يجي وقت الفطور. ما هوش تبدأ في الإدارة متاعك وتخرج تمشي تعمل كسكروت، ما هوش تكون أنت في القسم متاعك برا أعمل أكل لمجة، أخطأونا من لمجة، خلي المعدة ترتاح وتشوف أي ماكلة تأكلها راك تستفيد منها. ولذلك العادات الباهية اللي مش نخرجوا منها من رمضان، ويعطيك الصحة كي جبت أنت السؤال، وأنه نعلم أرواحنا ناكلوا في أوقات معينة، وما بين الماكلة والماكلة الشيء اللي مسموح به هو المياه، شربين الماء، تشرب تاي أخضر كما كنت نقول عليه، تشرب تيزانة، تشرب كذا من غير سكر بالطبيعة، مش تعمل لي كاس جازوز وتقول لي هاني نشرب في الماء، لا، كاس جازوز مضر مضرة كبيرة لأنه بكله سكر، وإذا كليت السكر سيء راك تعبت البنكريا متاعك وتعبت الكبدة متاعك وتعبت بدنك الكل. لذلك الحاجة الفايدة اللي مش نخرجوا منها في رمضان، وذاك علاش كنت تفكر أول سؤال قلت لك تفضل تقول رمضان ولا تقول شهر الصيام، أراه شهر الصيام اتعلموا منه الصيام حتى في وقت الإفطار، تقعد وقت معين ما تأكل فيه حد شيء. وسترون الناس اللي عندها السكر يبرعوا، وأني كلمة اختيرة دي قاعد نقول فيها، ما يراهي صحيحة، راهي صحيحة علميا والدراسات الجديدة اللي قاعدة تخرج. الناس اللي عندها السكر خاصة تيب 2 يمكن يبرعوا نهائيا لو يشدوا حمية صحيح. الناس اللي عندها السمنة، الناس اللي تعاني هكا سمنة وسيربوا ومنظر وندرا كيف نوى وعنده كرش وعنده كذا، يا ناس اتعلم أنك تصوم وقت معين في خلال النهار، في خلال النهار. الناس اللي عندها غلظ الدم كيف، الناس اللي عندها أمراض في الغدة، الأمراض الكل تتعالج بالصيام. واضح دكتور، إن شاء الله رمضانك مبروك، إن شاء الله ربي يحيك لمثاله، نتلقاو احنا كالعادة في الإفطار، نرجع في مواعيدنا العادية دكتور، وفرحان برشا بنصايح اللي كنت قدمتمنا، ونصيحة رأي أهم من الدواء، نصيحة كيفاش نستحفظ على روحي ونعرف الشكل، أهم يمكن من الدواء اللي بعد كي نجيكم. هو هذا الدور متاعنا، الدور متاعنا أن نأكل بوعي، نأكل بوعي، نعرف واش ناكلوا، وقتاش ناكلوا، وأش ناكلوا. وان شاء الله عيدكم مبروك، وان شاء الله نتلقاو في مناسبات اخرى لنوعي الناس.
شهر البركة يا رمضان. لعب مجيد بن سعد هذه الموسيقى اللي باش خليكم معها باش نخرجوا بها. هي هذيك هذه من عاداتنا لازم نسمعوها في الاوقات هذيا ونتذكرها الناس الكل. ان غرو ميرسي ليكيب كامله كوتي تكنيك ريداكسيون برو دويب اللي امنوا لكم اكثر من 120 دقيقه من بثنا المباشر. نتلقى غدا في نفس التوقيت دي سيلا بي سيف يا دوما. على خاطر صحتك أغلى معنا وعلى خاطر في الحياة فهم نمنو بالعلم وبأصحاب الاختصاص. هذاك علاش نحطوا على ذمتكم سويعتين كاملين يهتموا بصحتنا. في السويعة الأولى عنا آخر أخبار التظاهرات الصحية، آخر الدراسات العلمية والأمور القانونية، وفي الساعة الثانية نحط على ذمتكم طبيب الاختصاص باش تسألوه ديريكتومون على وضعياتكم. لجميع الاستشارات الطبية تسألوه وتستفسروا معاه وضعياتكم الصحية. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من العشرة نص نهار مع الحايم على الحياة فام في سانتي 5.0. سانتي 5.0 مع الحايم، صحتك بالدنيا.